كان في شب تقي وريع وبيخاف الله، والناس كلها بتشهد بأخلاقه، وكان حلو كتير. يعني مثل ابن المختار؟ لكو أحلى من هيك بكتير، يعني مثل ما بيقولوا أخته بتعشقه من جماله. مروة، شايفة اللي أنا شايفته؟ شو شايفة؟ كهات الشبل مثل القمر عم يبيعس الشهد. أي والله حليوة حليوة وبس. إذا بتريد خبريني يا أختي. معي أمر عليك ظالم إلهي. شو بتريدي لأخذ معك؟ بدي إياك. قصدي شو عم تبيع؟ مثل ما عليك شايفة سجاد. شو بتبيع غير سجاد؟ أدوات غندرة مثلاً، داخليات. عن إذنك كنت أكمل شغلي. يو شو بنا؟ خد وعطي، أنا بدي أشتري سجادة. شو السجادة اللي تريدي يا أختي؟ بدي إياها على ذوقك. هذا السجاد الصفيان، شوفي اللي بتعجبك لأفرد لك إياها. هون بالرزقاق؟ لك وين يا أختي؟ أنا السجاد اللي بدي إياه، بدي إياه كتير تقيل، على كيفك. شنو أنا بعجبك كتير بالدفع، بس يعني ما فيني أحملهم على البيت، فيا ريت توصل لي إياهم. تكرم عيونك، نقي السجادة اللي بدك إياها وأنا بوصل لك إياها براسي. تسلم لي راسك. ما في غير هدول؟ لأنه أنا بدي أكثر من وحدة. لا والله يا أختي ما عندي غيره، بس إذا بدك بأمن لي غيره. أي والله يا ريت، يعني جيب لي هيك كم قطعة لنقي منه، وبكون أنا ناطرتك بالبيت وجهزت حالي. قصدي جهزت لك المصاري. ليك بيتي هون بآخر الزقاق على اليمين، لا تأخر علي. إيه تكرم عيونك يا أختي، رح أجهزهم وبجيب لك ياهم. ناطرتك. إذن الله ما بطول يا أختي. يلا أمشي تأخرنا. أمشي. شو صار لك بري؟ رح تاكلي أكل بعيونك يخرب بيتك. والله صحلي عقلي، صحلي عقلي. لك أمشي صرنا بالزق. أمشي أمشي بيتك لحالك. لك ما رضي يتطلع بوشك، ما شفتي شلون دار وشه لهداك الناح؟ باين عليه آدمي ومو شغل هيك حركات. ايه مو على كيفه. نهلا لما بده شي بتنفسه. بعدين قومي روحي هلا انتي، بتجهز حالي لجيته، ماني فاضي ترلك وما بترجعي لهون لابعت لك خبر. ماشي مقلوعة، ما بقول غير الله يجيره منك بس. ايه روحي روحي يلا. الله يجيره منك بس. اللي يارو علي. لك انا بدي اياك، ما بدي سجاد. حد الله ما بيني وما بين حرام يا اختي. لك فهم علي يا ابن الناس، فهم علي وطاوعني بشتريهم منك كلهم. استغفر الله العظيم اختي، ما عاد بدي ارزقك الا ان شاء الله بتحيي بالباب. اجو فكر فوتت الحمام مثل طلوعه. بوس ايدك يا اختي، هديك السجاد. بس افتحي الباب، انا مستحيل ارضي والله. الا ما حذرت. اسمع يا حباب، عندك حل من الاثنين، يا بتفوت معي على مخدعي، يا بشق كل اوعيي وبصرخ قدام الجيران انك جاي تعتدي علي. شو قلت؟ ما بدها القصه تفكير. انا لو محلك بشتري راحة بالي. سمعتي؟ في مجال فوت على بيت المي مشان ظبط اموري. ايه ها؟ وهيك انت عيني. ليش لا؟ انا برايي هيك تريح حالك، تهدي امورك، تعال تعال ادلك. تعال دخيلك.
خيرك يا ربي، خيرك يا ربي تساعدني. الحرمة ما رح تتركني بحالي، غيرك يا رب، مالي غيرك يا رب. أنا مستحيل أعمل شيء يغضبك يا رب، يا ربي ساعدني يا رب، يا ربي ساعدني يا رب. ما في غير حد، سامحني يا رب. لك شو صار معك؟ تأخرت علي؟ لك وينك؟ شو هاد؟ شو هالوسخ؟ أنا جاهز. لك جاهز لشو يا قطع عمرك؟ امشي لي برا بيتي. الله يوفقه، الله يقرفه. لك شو هالمجنون هاد؟ حدا بيعمل بحاله هيك؟ يقطع عمرك. يا رب، يا رب سامحني يا رب، يا رب سامحني يا رب. أنا وسخت حالي بالششمة وسمعت حكي الناس الطالع النازل بس مشان ما أغضبك يا ربي. يا رب سامحني يا رب، يا رب سامحني يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سامحني يا رب سامحني. وبعد اللي صار معه تحولت الريحة الوسخة لريحة مسك، وعاش طول عمره ريحته مسك، وكان كل واحد من العالم يتمنى يقعد جنبه لحتى يشم ريحته، وكان لما يطلع من المكان اللي قاعد فيه تضل ريحة المسك طالعة منه وقت طويل وما تروح، وظلت ملازمته حتى بعد ما توفى. اينا ظلت ملازمته حتى بقبره، لأنه هي كانت كرامة له من رب العالمين، لأنه رضي أنه يوسخ حاله وما رضي أنه يغضب رب العالمين. شايف يا ابني، هي مشيئة رب العالمين، كل شيء بثوابه. والنعمة بالله يا رب، والنعمة بالله.